قرية الصناعة التقليدية بمقاطعة الميناء البالغة مساحتها 22 ألف متر مربع كانت المحطة الأولى من زيارة وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بعد شهر من انطلاقة الأعمال في هذه المؤسسة التي تم تدشينها من قبل رئيس الجمهورية والتي انتهت معظم الأساسيات الرئيسة لبنائها وتتواصل الأشغال فيها حسب دفتر الشروط والالتزامات المنصوص عليها. المحطة الثانية كانت ملعب الرياض الذي تشرف وكالة التنمية الحضرية على تنفيذه، حيث تلقى الوزير شروحا عن تقدم الأشغال فيه وانتهاء بعضها، وشدد على ضرورة إسراع وتيرة العمل لإكمالها. المحطة الأخيرة من هذه الزيارة كانت ساحة ابن عباس ومسجده، حيث اطلع الوزير على سير العمل في الساحة مشددا على إكمال العمل في المدة وبالشروط المحددة، وعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية إن خولفت. الزيارة كانت تتعلق اساسا بولايه نواكشوط الجنوبيه وولايه نواكشوط الغربيه. نواكشوط الجنوبيه اطلعنا على الاشغال الجاريه في ملعب رياض، بلديه رياض مقاطعه، وملعب قديم كان متهالك، كان مطلب اساسي عند المواطنين. بهذه المناسبه نهنئهم على ان ذاك التعهد ذكو مبارك معاه يعدل. درعوا تقريبا ملعب يلبي طموحات الشباب في المقاطعه بشكل عام، لانه فيه عدة رياضات مختلفة بتمارس فيه. المرحلة الثانية من هاي الزيارة تتعلق بساحة ابن عباس، هاي الساحة اللي لنا فيها شي من الزمن اشتغلوا فيها، للأسف احنا بعد آسفين على ذاك التأخر اللي خلق فيها، اللي ناتج فقط عن بعض الأمور الفنية، وقدرتوا تلاحظوا في الصور على أن تم إعادة النظر في ذيك الأشغال كاملة اللي كانت تجري فيها. بالنسبة لنا احنا انها دارت على الطريق الصحيح، ودار توفى ان شاء الله في شهر سبتمبر القادم باذن الله. فخامة رئيس الجمهورية ذوك التعهدات اللي اعطى الشعب موريتاني في مجال البنية التحتية ان شاء الله دار تعدل باقصى دقة، ولأن ما عندنا لين نسامحه ابدا على يخلق فيها تأخير ولا يخلق فيها مشاكل في الجودة. حد كامل عنده شغلة عدلها بجودة ما هي ما هي ما هي المطلوبة، دار تدقدق لين تعدل من جديد إن شاء الله. هذا خطاب موجه لجميع الناس اللي تشتغل مع القطاع. مواصلة الأشغال في المؤسسات التي تشرف عليها وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ومتابعتها من القائمين عليها تؤكد الحرص على تنفيذ البرنامج الإصلاحي لرئيس الجمهورية.